أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: اقترضت مبلغا من المال من شخص بدون أجل مسمى، واستعملت هذا المبلغ في بناء محل، هل تجب الزكاة في هذا المبلغ ومن يدفعها؟ إذا بقيت عندك وحال عليها الحول ففيها الزكاة، وأما إذا أنفقتها قبل تمام الحول عليها فلا زكاة فيها. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.